السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير الإخوان؟ بخير صحة مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة خير وتمام. كيف ما ديما الإخوان، سمحوا لي الإخوان البدلة هذه ولا الدكة درتها، سامحوني أخوكم مريض شوية، المرض الصهير بزاف كيدير لي المرض المعلم، كنصهر بزاف الصهير. المهم الاخوان، الموضوع ديالنا اليوم اللي هو مش الصهير ولا شي حاجه، الموضوع ديالنا هو اللي هو اللي كيبان صدايا مخي انا، يا بنادم ما واعيش، والله ما واعي بالله. خويا زويتشان تا بديت اليوتيوب في سيدي بنور، تا من الاوائل وكذا، وتا من الوالا وكذا، وانا متعاقب معاك انا الوالا خويا من اليوتيوب، ماشي غير انا، راه كاين شي حاجه كانوا قبل مني، ولكن ماشي في محتوى ديال الافلام. المهم انا دخلت الافلام اصغر في مدينه سيدي بنور، الوالا هو اللي بغى يسول ورا التاريخين، بنادم كيدخل يسول وكيشوف، كاين كيديرو افلام قصيره فاينه تضحك بنادم لعيبات كدا. فجأة زويتي كطيح لي لاشين، فجأة زويتي تعامل مع بشلا يوتيوبر الزاب اللي طالعين، وزويتي فجأة طاح، زويتي فجأة ما قال لي حتى واحد، كنت بيزير كندير مع بنادم وقف معاه، تقول شي واحد وقف معاه، واحد دخر فيهم ما قالش عليه. ودو كاملين داروا الدروعه 100000 وهذا ماشي شي انجاز، يعني 100000 الفاوي ماشي شي انجاز زعما داير شي حاجه، واخا تكون ضارب مليون خاص نعرفوا المحتوى شنو كتحط ليهم، شنو بنادم واش كيستافد ولا كدير شي حاجه عويصه. هادشي ما كيضرنيش في خاطري، وفهمت شي كيقولك المشكله ماشي زعما ما وصلتيش داك النيفو ولا شي حاجه. انا الحمد لله ما كنشريش لي فيوز، ما كنشريش المتتبعين، الحمد لله عندي متتبعين حقيقيين الحمد لله، دقه بدقه وغادي يحمل الاول، يعني كيكون نقطه نقطه يحمل الاول. عندي متتبعين من جميع المدن المغربيه الحمد لله، بشوي بشوي، ماشي بزاف وماشي كثير الحمد لله. على اي حال، مهم انا خوتي ما كنشريش لي فيوز، ما كنقولش ما كندورش الشواطر كيف ما كيقولوا، تابع اليوتيوبرز باش يديروا معايا بحال فيتشرينغ، ما كنديرش بزاف د الحوايج، ما كنسعاش بنادم عادي، كنصور ما لقيتش اللي يخدم معك الافلام قصيره، مواضيع زوينه كنبدل، كنحط مواضيع اللي حصريه، مواضيع اللي شارك مع الناس قريب مع الاخوان ديولي. في العوض ملي غنصور فيلم غيدير لي واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام 6 ايام ولا شهر، كنختصر لبنادم فيلم في ربع ساعه، كنصورو كنمونطي كنابلودي. هادشي كامل علاش درتو، هادشي كامل هضره علاش درتها بحكم، يعني نعاود لكم علاش درت هاد الهضره كامله باش حتى نتوما تفهموا وتحسوا. واحد اليوم من الايام مريح هاد الاخ الحلاق وافور اخ حمزه مريح معاه بحكم شويه، فاش اجا جا واحد خونا ما كنخبوش نسمي طال منا خوتنا ضربوا الدروعه، ضع لي بحكم خوتنا ضربوا الدروعه، واش كيسمع عليا ماشي كيفاش طلال و دويت معاهم ورجع دابا قول لي ازويجا امين اوج عمر انا دويت معاه خايف شي سالا مش رايح دايا، ويقول لي خويا زويجا درت انات باغيك تصور ليا وتمونطي ليا. ايه شت ساره ديال والو، هنا دخلنا للمعقول. المهم الاخوان، جا قال لي بحال قلت لي مرحبا مرحبا، كيفاش خاصني نرد عليه؟ رد ما خاصش نقول لي لا ونتايا وانت ما طبقه ولا من تارك اللعيب وجي عندنا تسمرخن عليا طلق عليا مدلي هذا مريقل. اش قلت لي؟ قال لي جمعش مع شويه، عبرت لي الحراره ديالو مزيان، قلت لي قول لي ما عمرك تصور؟ قال لي كنصور مع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان. قلت لي فوالا، حتى هنا مزيان وقدام بنادم وكلشي شاهد، قلت لي فوالا دابا مزيان، كتصور مع هادشي كامل هادو كاملين درعين. قولي كنصور معاهم كاملين، انا كلشي كنصور معاهم. قلت لي علاش ما درتش واحد القضية؟ علاش ما درتش واحد القضية؟ دابا انت كتصور، انت كتوقف معاهم، كتصور معاهم ما كيدوروش معاك كيف ما كتقول نتايا، علاش ما درتش واحد القضية؟ انت فتحتي القناة، كاين الكاميرات الحمد لله عندكم، عندكم الكاميرات الغاليين، عندكم البيسيات غاليين، كتشيرو فلوس صحيحة من يوتيوب، كلكم مدرعين، وعلاش ما يساعدوكش؟ علاش تا بارفوا يساعدوك؟ يعني تا كيف ما تجيتي عندي بغيتي تنز عليا باش تكالي المدلل، أنا غنصدق نطلق المدلل،
شو طلع عليا مدلل انا زعما طلعت مدلل المهم قلت لها علاش ما تصورشهم هما في اخر انت كتوقف معاهم كدير معاهم ادوار كتجهز معاهم بزاف واش كتوقف معاهم علاش انت ما درتش لاشي ما وقفوا معاك صور فيديو ودير لك سيبورت كيف ما كيديروا الاخوان كاملين كوميونيتي الكوميونيتي ديروا لي الكوميونيتي المهم الاخوان قال لي يا وتخوانزا ما عرفش ما يقول انا جاي عندي كون كنت انت هيك بدائيه يلاه تبداو مع ما داخلش الميدان وقف معاك مرحبا نقف معاك نأيدك نوريك الطريق اللي مزيان نوريك هنا نوريك هنا نوريك هنا انا معدم اليوتيوب باش كدخلوا في الصحيحه وكيطنزوا على المتتبعين بخصوص افلام قاصره يقول لي من لا ما كنديروش ما كندخلوش فلوس وكذا وكذا وما كندخلوا بينغا انت عندك درع مصيفط لك امريكان من يو اس اي مصيفط لك هنا بالاسم ديالك واصلك في البوسطه تولي فلوس ما غاتجيك دابا المهم ما غندخلش في قضيه الفلوس شحال دخل وشحال دخل هذاك الشيء كيبقى شخصي بينه وبين بين راسه وبين ضميره ولا عنده شي احساس سمع من الناس السهري اللي عندك شي احساس غتاخذ واحد الشخصيه اخذت تاخذ واحد الشخصيه تخدم معاك على القليل عطيه واحد 50 درهم القليل انا ما عندكش 50 درهم باش خونا يحس بانه راك عارف البلاد مقوده تو مسكين يحس براسو راه شي حاجه فهمتي يحس براسو يعني دير شي حاجه تخلص عليها فهمتي باش ربو المواطن يكون حقه ماشي تستغل ليه تحمري ضرب معاك الدور ديري بوم نفض لي الواج لا وانا الحمد لله زوجي طاح وعاود ناض وزوجي طاح وعاود ناض وزوجي طاح وعاود ناض الحمد لله عشراني كاملين حاليا يوتيوبرز اللي ضاربين 3 مليون 4 مليون 5 مليون 300,000 400,000 500,000 ابوني واصلش 100,000 عشراني عندي واحد حاليا قلت كازم بلا ما ندخل الاسم ديالو حتى هو يوتيوبرز دوين قايل يوتيوبرز دار 300,000 ابون ولكن باش تقول لي انا غنمشي ندور بنادم تابع نقول لي خويا عندك تا عندك مليون و 3 مليون خويا ديرني عندك حطني عندك لا انا الفكره انا غلط في الفكره انا علاش علاش نقول حط انت يا مثلا انت كدير افلام قصيره كدير افلام قصيره وجا عندك واحد خويا كيدير الموسيقى راه ما غاتجيكش حتى تحط الموسيقى مباشره تحطي عندك انت سميتو كدير افلام قصيره لينا ما يمكنش حطك في حاجه واحده لكن تنزق وعقل كتقدر تحطها فاش تحطها الاخوان كتحطي الموسيقى ديالو في الفيديو ديالك كتحطها في الموسيقى انه كي حط تما التبيله باش ما يبغي يسولك خويا راه عجبتك الموسيقى من جبت هاد الموسيقى من كذا ملي كتحط الاسم ديال الموسيقى او الفنان هو ما كيدخل اون ديليكت باش تشد تحطي لا قدامك والافلام قصيره لكن جات ساعات افلام قصيره ساعدي بلا فلوس انيا ساعد خوك كم طرف خيره فين كاين كاع ضروري ما تميزي انت هو مقود عليه وانت لابس لك وتنوز عليه وبزاف ديال الناس كيقولك انت من الاوائل انت من الاوائل راه حنا من الاوائل واش دابا حنا كنخدموا واش حنا خدامين الحمد لله واش انا باش المدينه عندي مثلا فين كنسكن انا دابا حاليا نقول لهم لا خوتي نمشي ندور كيف ما كيديروش اخوان كيمشيو للقهوه كيقول لهم ديروا ابوني على التليفون نوريك حدا ابوني ندخل عند القهوه ونتبع كل قهوه شحال بكينو كليك ابوني 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 باش شنو الفائده من الابوني هو ما كيتفرجش شويه شنو الفائدة من ابوني غنبزز لي ابوني متفرجش فيا قدر يديك ابوني تقدر تمشي وحيدها سي نورمال هادي حاجة طبيعية طاحو فيها بزاف ديال الناس وهانية واش عجبت بزاف شي واحد الحمد لله كنقول لهم اخوان اللي عجبو المحتوى بغيت ابوني مازال كاين الخير قدام مازال كاين فيديوهات متنوعة اللي عجبو المحتوى اتابونا ما غنبززش عليك واللي عجبو المحتوى يشاركو مع المهتمين ماشي اللي ماشي مهتم مع المهتم فهمتي ماشي مبزز على الدراري صح اللي ابون ما درتش ابون عليه الدم لا انا مشيت هاد اللعيبه دوزني وشي بك حنا كنا كنمشيو خويا ابون جمع لا دابا خويا الله ما الف ابوني ولا 100,000 ابوني بالسعايه فهمتي دابا دابا المحتوى دابا نجي نشوف اخوتي دابا حساب خدمه واخا الانكريت ما كاينش الحمد لله بالتشجيعات ديال الخوت ديالي اللي متبعيني بالتشجيعات ديالهم الحمد لله البارح لعبت جوج فيديوهات المده ديالهم واحد 12 دقيقة قول 13 دقيقة وواحد 15 قول 16 دقيقة لعبتهم مونطير كتفت بدون إمكانيات بدون وي في زوين والو كنت قاتل المهم خدام فهمتي المده دابا دار الشهر تقريبا حطيت خمسة
شحال من فيديو حتى تشوفش دابا؟ خمسة عشرة 20 فيديو مدة شهر، ولكن هاد 20 فيديو علاش انا حطيتهم حيت دابا القناة يلاه بدات خاصة تبان، فهمتي؟ خاصة تلونس على الاخوان المتتبعين. باش بنادم انا راه نقدر نحط 30 فيديو في السيمانة، ماشي حتى في الشهر، 60 فيديو في السيمانة نحطهم لك، بغيت نحطهم لك بالله. ولكن انا ما عنديش متطلبات، عندي بيسي ضعيف، يعني في الريندر كيدير لي 48 ساعة، كنحط تما في الريندر كايرندر لي كامل مع الصباح، هذاك ندخل نشوف الريندر في التصوير. دابا ولي شحال كنحط كاميرا قدامي، دابا كيف ما كنت شوف كنحط كاميرا قدامي كنداير، لا محتاج واحد يصور لي ولا شي حاجة، فهمتي؟ واخا ما كاين السيت بورا، ما كاين بزاف حوايج، المهم الحمد لله على كل شيء. هذه الحياة، الانسان كيبدا بشوي بشوي، ماشي كيبدا كيجي كدا بوم، فهمتي؟ بشوي بشوي والله كان معك ربي، والله فيديو واحد يتبلبل تتبوزي بالله، فيديو واحد يدير بوم يقدر يزاق 11 مليون ولا حتى 6 مليون 4 مليون، راك صافي المعلم، وليت صافي بالله، الحمد لله، وليت الحمد لله على كل شيء. غير انا كنقول نوصل لكم، انا فهمتي؟ نوصل لكم بنادم كيفاش الراي ديالو، الدرع الدرع الدرع، هو درع هو درع، الدرع شكون اللي مستافد مني؟ انا مستافد فيه غير مولاه، اما انت تشبه بشي واحد راه ما تستافد به حتى لعبه، مستافد به غير مولاه، شاد وحاطو في دارو، ما عندكش واحد واحد وصلت واحد النيفو مثلا، ماشي شي نيفو، كاين نيفو وصل ليه، المهم حتى هو تعب، حتى هو الانسان اللي كيوصل لواحد 100,000 يعني راه ماشي ساهله، كانك بادي من لا شيء وغادي بشوي بشوي، راه هذا انجاز، يعني حتى هو راه خدمه، ماشي نقول لك لا ماشي خدمه وكذا، ولكن كنشوفوا على المدى البعيد واش غتكملوا، واش توصل للمليون، واش توصل ل 3 مليون وغادي طالعين ولا فابلي، ما عرفتش. لا ديما الانسان وصلتي شي حاجه، شوف ما شوف ديما طور، ديما طور من نفسك، ديما طور، ما تبقاوش انا علاش اخويا بداش من افلام قصيره، ماشي بداش نقدر نحط شي افلام قصيره زوين، عندي افكار زوينين، ولكن اخويا شحال هكا يقول لي اخويا مرحبا رجع اصاحبي انا معاك بابا، راه رجع اصاحبي افلام نحط شي فيلم نهربوا البنادم، ولكن اش حط الفيلم اخويا خاص فيلم يكون فيلم اصاحبي، ماشي فيلم مصور ادوز من هنا ادوز من هنا راس الموضوع الصور، ماشي فيلم، فيلم خاص يكون قصة وحوار موضوع، واش كعبر الفيلم هذا وشنو نهايته وشنو شنو المستفاد من المشاهد، شنو يستفاد منه هادي، والله الا عندي شي بالخصوص قصص الرعب، انا كنت معروف بقصص الرعب، وقصص الرعب كنحط فيهم، يعني كنعيش كنجسد الشيء ديال الرعب، والحمد لله كنحط الافلام نحطهم يعني في المونتاج، نحط العيبات كذا، مشاهد كيعجبك الحاجه ما كيمشيش بلاش، باش ندخل فيلم دنس مثلا بلا ما نسميه الشواقر المقاده، نبدا نقاد بنادم لا خدامش. المهم الاخوان كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما طولش عليكم، كان معكم خوكم زويته، ما كايناش المليون، كايناش 3 مليون 4 مليون ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، تحياتي، عمل عمل عمل، نقلص راسي نتفكر لباسي لي ام سي.